مرحبا أصدقائي، أنا ليلى. هل يمكن أن تتحرك الطاولة إلى جهة اليسار دون أن يحركها أحد؟ بالتأكيد لا، قد تقوم أنت بدفع هذه الطاولة إلى جهة اليسار، وهذا يعتبر أحد أشكال القوة. هذه القوة التي أثرت على الطاولة هي قوة الدفع. كيف يمكنك رفع الحقيبة إلى أعلى؟ عليك أن تؤثر فيها بقوة إلى أعلى، والقوة التي أثرت على الحقيبة هي قوة الشد. وكذلك الطفل الذي يشكل قطعة من المعجون، فإنه يضغطها بقوة فيغير شكلها. فما هي القوة وما تأثيرها على الأشياء؟ تعرف القوة بأنها مؤثر خارجي يؤثر في الأجسام فيحركها أو يغير شكلها. وتستخدم لقياس القوة أداة تسمى الميزان النابضي، ووحدة قياسها تسمى نيوتن ويرمز إليها بالرمز N. يمكنك قياس قوة جسم ما عن طريق تعليقه في الخطاف، ومن ثم قم بقراءة الرقم الظاهر على التدريج الرقمي، وهذا الرقم يمثل قياس القوة. نشاط منزلي. هذا النشاط مع أفراد عائلتكم لعمل سباق بينكم. سؤال الحلقة: ما هي وحدة قياس القوة؟ قوموا بالإجابة على السؤال في رابط الموقع الموجود أسفل الفيديو لفرصة ربح جائزة قيمة. يجب على المشاركين الإجابة على أسئلة جميع الفيديوهات المخصصة لهذه السلسلة. سيتم وضع حلقة أو حلقتين أسبوعياً، لذا عليك متابعة صفحتنا والاشتراك في القناة ليصلك جديدنا. سيدخل اسم المشارك الذي سيقوم بالإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح في السحب النهائي. سيتم تخصيص 3 مراكز للفائزين مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. ما تعلمنا اليوم أن القوة هي مؤثر خارجي يؤثر في الأجسام فيحركها أو يغير شكلها، وتستخدم لقياس القوة أداة تسمى الميزان النابضي،
ووحدة قياسها تسمى نيوتن ويرمز إليها بالرمز N. قوموا بمتابعتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.